كلمة ain't. الكلمة دي عجيبة جدا، تقدر تحطها مكان خمس حاجات في الانجليش. ناس كتير تسألت ايه الكلمة دي، وانا هنا النهاردة عشان احللك هذا التساؤل. كلمة تعتبر جوكر في الانجليش، وبتتحط مكان خمس حاجات في الانجليش. اول ثلاث حاجات اللي هما الverb to be بس في النيجاتيف، وهما am not, is not, are not. والتاني حاجتين وهما الverb to have برضو في النيجاتيف، وهما have not و has not. طيب ايه الفكرة فيها لما هي سهلة كده ونقدر نشيل كل دول ونحطها؟ الفكرة ان هي يعني مش formal، هي حاجة كده slang ما بنستخدمهاش في الانجليش كده، يعني انت تقولها بينك وبين صحابك، لكن ما ينفعش تقولها بطريقة formal ولا academically ولا في البيزنس انجليش ولا في اي حاجة من الحاجات دي، ولكن هي يعني روشة تقدر تستخدمها وقت ما انت عايز. عشان كده تعال نشوف المثال دوت. I ain't hungry. I ain't hungry يعني أنا مش جعان، اللي هي I am not hungry. أو I ain't got any money. I ain't got any money اللي هي I haven't got any money أو I have not got any money. وبس كده، لو شايف الفيديو ده كويس تنساش follow, like and share.